فابراهيم يزور اسماعيل وواقف مبسوط. حاجه غريبه جدا حصلت، انا كنت رايح في عربيه تبع اليونيسيف تجاه نمرة الرومانسيه، كنت جنب الشباك وقفنا في تشيك بوينت، في تشيك بوينت تخيلوا في برشلونه. وقفنا في التشيك بوينت في اثنين عساكر او من الناس اللي في التشيك بوينت وسامعهم من الازاز، فبيقول له دول منين؟ دول اجانب. فانا فتحت يعني الستاره كده بسلم عليهم لسه ما اتكلمتش، قال له انا عارف. لا لا ده مش اجانب. قال له منين؟ قال له ده مصري بس من النوع اللي اتطور.